وصلنا البارحة إلى الأورال هايدريشن سوليوشن. الأورال هايدريشن سوليوشن أكيد يعني كلكم شايفين هذا المحلول اللي مخليه بالمي ونبين البيشنت اللي عندهم هايدريشن سوري دي هايدريشن عندهم جفاف. أوكي فهذا المقصود به. إذا ما هي الأورال هايدريشن سوليوشن؟ Rapid fluid loss associated with the diarrhea can lead to dehydration and ultimately death in some patients, particularly infants. Other than when she said the dehydration, there are more patients in the diarrhea. They are recovering and vomiting commonly. It has come up in the end. The trend, I said, in the dehydration, جفاف كلش قوي راح يقل عند البلاد فوليوم. فهذا راح يؤدي للدورة يعني ممكن انه البيشنت يعني يموت بالنهاية إذا ما تعالج بشكل صحيح وخاصة بالنسبة إلى الأطفال. During diarrhea the small intestine secrete more than the normal amount of fluid and epithelium. فإذا هو البيشنت راح يفقد epithelium راح يفقد fluid secreted from the small intestine. هذه المواد اللي راح يفقدها البيشنت ما تقدر السمول انتستن او لارج انتستن انه هو يسوي لها ري ابزوربشن لان كميات كلش كبيره راح يفقدها البيشنت. And this simply exceed the ability of large intestine to reabsorb. This fluid loss which occur mostly from the body extracellular fluid compartment can lead to progressive loss of blood volume and فراح يصير عندنا هاي الحالة hypovolemic shock. اوكي فاذا احنا لازم نعالج البيشنت بهيج حالة. اذا كان يعني بالبداية استوي عنده بسوائل بالبداية عنده يعني ديارية فممكن انه نعالجها بالاورال rehydration solution هاي المحاليل الفضولية المفيهية. طبعا اذا عنده بس ديارية وما عنده vomiting اذا عنده vomiting راح تكون ما يقدر نعطيها للبيشنت لازم في حالة شنو؟ نعطي بارنترالي. اوكي؟ نعطي فلويدز المغذيات. All rehydration solutions are usually effective in the treatment of patients with mild volume depletion 5% إلى 10% of body weight. يعني إذا هو السوائل اللي فقدها من 5% إلى 10% of the body weight نعجب الـ All rehydration solution. اوكي لانه بعده يعني الفقدان ما تم وايد لكن مرات يصير سيفير ديهايدريشن عند البيشنت هنا لازم نعطي هاي الحاله بارنترال فلويدز. A liter of typical oral hydration solution containing يعني شنو ب 45 ملي كوبلنت من الصوديوم بالبوتاسيوم بالكلورايد and citrate and dextrose. فإذا هذه الـ oral hydration solutions هي مو بس water مو بس fluid هي بها أيضا الكلورايدز اللي فقدها البيشنت اللي هي مثل ما قلت صوديوم بوتاسيوم كلورايد and dextrose. فعلى مود يعني تعود البيشنت على الأشياء اللي فقدها. These formulations are available in liquid or powder packet from the for the constitution. فإذا هاي المحاليل طلاب موجودة بالصيدلية يا إما بشكل ليكويد جاهز أو على الأكثر بشكل باودر. هذا الباودر إله لازم يعني إله طريقة بالكونستيتيوشن ليش بتأخرين بنات؟ بس يعني هاي ايش صار؟ ايش صار؟ يعني صار 10 دقائق بالضبط. حتى إذا مرت على حسابكم لا مرتين. فبالنسبة للطلاب اللي هي فلويد جاهزة ياخذها ليش الكاسل؟ بس أكثر شيء موجود هو بشكل باودر، باكيتات مال باودر أو أكياس عفوا مال باودر. هذه يحلها البيشنت بلتر أوف ووتر ويخليها بالثلاجة، يستخدمها لمدة 24 ساعة فقط، وراها يعني ما يستخدمها لأنه كثير. بعد. اوكي
فهذا الشيء احنا لازم نعمل انفكشن فعليه من خلال يعني الفارماسي. It's important that the user add a specific amount of water needed to prepare the powder for. Furthermore, these products should not be mixed with or given with other electrolyte containing liquids such as milk or fruit juice. يعني إذا كانت patient يصير حللها بالجوز مثلا بالعصير أو بالحليب بدل لا ما يصير لازم بالواتر لأنه العصير أو الحليب أيضا بها الالكترولايت فراح يختل إذا تركيز مع الالكترولايت هذا بها الالكترولايت مع الالكترولايت فنأثر على البيشن فلازم بالواتر نجي إذن أيضا أكو مغنيسيوم سيتريت أورال سوليوشن موجود هذا بسيميات مغنيسيوم سيتريت أورال سوليوشن يحتوي فقط على مغنيسيوم سيتريت مغنيسيوم سيتريت is a colorless مثل يلو clear effervescent liquid having a sweet acidous taste and lemon flavor طبعا هذا المغنيسيوم سيتريت طعمه يكون حامض اسيديك وايضا هو بليمون طعم الليمون العفو ليمون فليفر وايضا لون ما تكون كلرلس الى يلو This solution is prepared by reacting official magnesium carbonate with excess citric acid. طبعا هو شنو هو كباودر يعني موجود هو باودر واحنا نكله نسوي solution. فهو شنو يعني هو عبارة هذا الباودر عبارة عن magnesium carbonate ويا citric acid. فراح يصير التفاعل بيناتهم شو من الليكيدو in water. فراح يتكون عندي solution اللي احنا نحتاجه. The solution provides an excellent medium for growth of mold and any other spores present during the manufacture of solution must be told the preparation is to be really stable. طبعا إذا هذا يعني طبعا أي solution بشكل عام هو يكون يعني good medium for growth of microorganisms. ليش المهم solution مثل ما البعض حاجة فيكم إنه إحنا المحاليل إذن يكون unsaturated. وما دام unsaturated يعني أكو مساحات الصوبينز تسمح بالبروث أو مايكرو أورجانز لذلك احنا لازم نسيطر على هذه الحالة انه نضيف غير ذكر على مرشون حتى نقلل أو نمنع البروث أو مايكرو أورجانز For this reason during the preparation of solution the liquid is heated to boiling prior to carbonation طبعا بالنسبة لهذا يصير وليش بالنسبة لهذا المحلول اللي نحكي عنه اللي هو المغنيسيوم سيترات فيقول خلال التحضير ما تحت نتجنب الميكروب والمايكروورجانيزم نعلي درجة الحرارة مالته وهاي الحالة إذا أكو أي سبورز أو مايكروورجانيزم راح تنقتل على مود يصير بعدين الميكروب والمايكروورجانيزم Cold water is employed to bring the solution to its proper volume and boiling water is used to rinse the final container. The final solution may be stabilized. إذا إحنا هذا solution نحضره كله من boiling water حتى نتجنب هاي الحالة. نحضره من boiling water نكمل من boiling water نسوي washing للأدوات اللي نشتغل فيها أيضا من boiling water حتى نمنع الأدوات microorganisms. The solution is employed as a cathartic طبعا هو استخدامه cathartic. With the citric acid, lemon oil, syrup, carbonation, and the temperature of the refrigerator solution, all contributing to the patient acceptance of the large volume of medication. For many patients, it's a pleasant way for taking otherwise bitter saline cathartics. يعني أثناء كثافة هذا النوع من الكثافة راح يتقبل البيشنت أكثر ليش؟ لأنه هو بليمون فليفر طعم الليمون يعني ليكون متر ليمون الطعم مالته يكون هو أسيديك وإحنا البيشنت يحفظ بالثلاجة اللي راح يتناوله هو بارد يعني بارد وطعمه زين فممكن إنه ياخذ كميات كبيرة من عنده ما عنده مشكلة فيفضل أكثر من الكثافة اللي يصير الطعم مالته يكون مر نجي نسأل نوع آخر من solution اللي هو الأوبتاميك solutions أوبتاميك solutions اللي هي قطرات والمحاليل اللي نستخدمها للعلم
ophthalmic solutions. يجي إلى شنو requirements of ophthalmic solutions. Number one, the sterility is one of the important consideration in the preparation of the cleaving and the final container as the preferred method of sterilizing ophthalmic solution. طبعا احنا بمعنى ophthalmic بمعنى moving عملية ال eye tissue فلازم البرودكت مالتناش يكون sterilized. لازم يكون معقم استريلايز. فهذا شلون يسوون؟ باستخدام الاوتوكليف، يسوون الاوتوكليفنج للبرودكت، اوكي؟ حتى شنو؟ حتى نحافظ على الستيريلتي اوف ذا برودكت. نمبر 2 بريزرفاتيف سجستد فور يوز ان اوفثالميك سوليوشنز. ايضا لازم نضيف بريزرفاتيف ليش؟ تبريفنت جروث اوف مايكرو اورجانيزم. يعني لازم كلش ندير بالنا في تحضير الأوفثالميك سوليوشنز. فإذا نضيف بريزرفاتيف. بريزرفاتيف مثل عندنا هواية أمثلة منها الفينل أثر الكحول، الكاربوبيتور، بيتانول، عندنا بنزوكونيوم كلورايد، أقوى أنواع خاصة للأوفثالميك بريبريشنز. أوفثالميك سوليوشنز that are intended for surgical use must be sterile and must not contain any preservative. Such a solution, should be packaged in a single use disposable container. بس احنا قلنا انه لازم نضيف البريزرفاتيف. لكن اكو بالعمليات مالت العين نحتاج انه نضيف نوع من الدروبس قطرات مع العين. هذه الدروبس اللي نستخدمها بالعمليات لازم ما فيها بريزرفاتيف. نضيف لها بريزرفاتيف لانه راح ياثر على التشو. لان هي عمليه يعني هو راح يروح ديب بالتشو بعد اكثر. فلذلك الاوفثالميك سوليوشنز يوز ان سيرجري بهاي الحاله لازم ما فيها اي بريزرفاتيف. فلذلك شلون يصنعوها؟ يصنعوها سنجل يوز يعني بس بسعر حلوه لانه مو مال انه تنفتح في نفس احنا عندنا قطره عاده نفتحها يجوز يمكن انه تبقى شهر لانه بيها بريزرفاتيف ما في مشكله. لكن هاي النوع من القطرات اللي يستخدمها للعمليات ما بيها بريزرفاتيف فلازم تكون سنجل يوز يعني بس تنفتح وتستخدم وعليها تنشف القاعده. ليش؟ لانه ما بيها بريزرفاتيف. نمبر 3 اوفثالميك سوليوشنز should be isotonic with the lacrima the lacrima fluid although the eye can tolerate the toxicity value above and below that corresponding to 0.9% NaCl solution is this likely to produce discomfort or irritation to the eye. احنا طبعا النقطة الثالثة هي الايزوتونيسيتي، لازم تكون القطرة تكون ايزوتونيك ويا اللاكيوم فلويد. إذا ما كانت ايزوتونيك شو تصير؟ تصير عندنا irritation، يعني فتح تحت القطرة. فلازم نحاول قدر الإمكان إنه نوصل للايزوتونيسيتي of the eye، إنه يعني نضيف 0.9% NaCl. The agent which is used to adjust the tonicity of solution must be compatible with the active medicament. طبعا إذا حضرتنا المادة تعادل tonicity of drug فلازم تكون هاي المادة هي compatible with other ingredients. Ophthalmic solutions that are intended for surgical use must be sterile. هذا اللي قاعد نسوي بصورة السلايد، هذا معاد هذا السلايد عندكم معاد مرتين. اوكي؟ بس النقطة الرابعة عندنا pH. أيضا الـ pH ناخذها بنظر الاعتبار بالأوفثالمك. The lacrimal fluid has pH 7.4. يعني عادة الآن الـ pH مالتها هي 7.4. Under a lacrimal solution should have the same pH as the lacrimal fluid. This is not usually possible because at this pH many drugs are not soluble in water. يعني هسه احنا ال pH مالتنا مالت الدروب لازم تكون 7.4. لكن اكو مشكلة انه يعني اكو ادوية ما تكتب هاي ال pH. تكون سيدية بريسبيتيشن. فلازم نحل هاي المشكلة. شلون راح نحلها؟ مثل عندنا الكلون صاب الكلويدا صاب بريسبيتيت ار ديس ليفل اوف بي اتش. Therefore the pH must be found which represent
compromise between the optimum stability and maximum therapeutic effect on the level of the health by buffer. إذا هاي الحالة اللي يفيدنا ويساعدنا هو البفر. نستخدم بفر، هو البفر راح يعدل لي ال pH of the alkaline solution. The buffer system that used should have the pH that nearest to the physiologic pH اللي هي 7.4 which at which the precipitation of the drug is not occurring. إذا احنا البفر اللي راح نستخدمه لازم يكون ال pH مالته قريبة من الفيزيولوجيكال بي اتش مالت العين، وبنفس الوقت ما يصير عندنا او يصير اقل برسبتيشن او يصير برسبتيشن نهائيا at this بي اتش. The USP and NF give formulas for buffer delta which may be used for specific drugs. نجي الى الفيسكوزيتي. اذا اذا احنا حكينا بالاورجانيك كده ناخذ نظرة الاعتبار أول شيء كده الستيرايتي كم ستيراير وبريزيرفيتيف هاي اثنين الكلاوديتوريسيتي وأربعة البي اتش. النقطة الخامسة عندنا الفيسكوستي. Increase the viscosity of ophthalmic solutions upper prolonged contact with tissue thus enhancing the penetration and therapeutic effect of drug. Thickening agents such as methylcellulose may be added to increase the viscosity. إذا احنا الفيسكوستي نحتاجها بالاي دروب لأنه راح يعني التايم اللي راح يصير بالدروب كونتاكت في الاي راح يطول. اوكي؟ يعني راح تبقى المادة لاصقة على الاي تشيو وراح تكون ثيرابيتيك افكت أفضل. فاحنا نقدر نزيد الفيسكوستي اوف اوفثالميك سوليوشن لأنه مضيف ثيكنينج ايجنت مثال عليه عندنا مثلسيلوز حتى نزيد فارماكولوجيكال. الأفضل سوليوشن أما أكو glass container يعني تجارجية أو أكو plastic container أو أكو fixed and secure dropper. زين contact lenses solutions أكو هاي المحاليل يستخدمونها بالعدسات اللاصقة هي عبارة عن wetting solution و cleaning solutions soaking solutions أو combined purpose solution. بس احنا وصلنا الى البارنترانس. البارنترانس اللي ما فيه احنا اسمه ايجابي منه